الوقت هو المادة التي صنعت منها الحياة. كاد العلماء أن يقولون أن الوقت هو الحياة، ولكن تذكروا فيما بعد أن يجب أن نحول الوقت لشيء مادي ملموس، لأن نحن لحد الآن نعامل الوقت بوقت بأنه غير محسوس وغير ملموس، وهذه إشكالية كبيرة جدا في التعامل اليوم مع الوقت. لماذا؟ لأن الوقت غير محسوس وغير ملموس، فنتعامل معه بطريقة يسمى قانون الوفرة، بينما يفترض أن نتعامل مع الوقت بقانون يسمى قانون الندرة. وما الفرق بين قانون الوفرة وبين قانون الندرة؟ قانون الوفرة بأنك تقول الوقت متوفر، ما اليوم بكرة، ما بكرة بعد سنة، ما بعد سنة بعد سنتين، وبعدنا تو الناس. لكن قانون الندرة بأن اليوم هو اليوم، وقد لا تضمن اليوم اللي غد. ولذلك لو ضربنا مثال بسيط، ونحن الآن على افتراض أن في غير شهر رمضان، وكان شخص عطشان وقال لزميله ممكن تعطيني قنينة ماء؟ قال ممكن أعطيك، بس أنا أيضا يعني لازم أبيع لك إياها. قال بكم تبيع لي إياها؟ قال أبيع لك إياها ب500 بيسة. قال لك كيف 500 بيسة وهي تباع في السوق ب200 بيسة ولا 100 بيسة؟ وسار بينهم كذا أخذ وعطى، لحد ما صاحبنا أيضا خذ موقف وراح لحماية المستهلك وسجل له قضية، وقال إن هذا يبالغ في الأسعار وهذا صديقي وافترض يعطيني ماء مجانا، لكن حقيقة الأمر يعني باع ليها ب500 بيسة، وهذا استغلال حقيقة للزبون يعني. قال زين. بعد سنة حصل موقف يوم الأيام إن هو ذا الشاب اللي مشتكي في حماية المستهلك راح كذا رحلة إلى رمال الوهيبة، رحلة خلوية، وغرزت سيارته وسار ما سار، وكاد أن يأكل الثرى من العطش، وقاب قوسين أو أدنى أن يموت. ومر عليه هذا صاحبنا اليوم الأيام شكابة في حماية المستهلك، قال أنا فلان مالك؟ قال أنا بموت خلاص، أرجوك الحقني ولو على قلب قرعة ماء. قال أخاف تخبر علي حماية المستهلك؟ قال حماية المستهلك والله مستعد أوقع لك تشيك، أو حتى أعطيك مبلغ ب1000 ريال، أبيع القنينة هذه مستعد حتى أخذها من عندك ب1000 ريال، لأن مسألة موت وحياة في تلك اللحظة. لكن نحن ما نتعامل بالوقت بهذه الطريقة، نتعامل معاه لأنه متوفر في المحلات الماء عادي، مثل ما ينقطع عليك الماء أحيانا تقول عادي ممكن شوف الماء أثناء مثلا نتسبح أثناء ما نتغسل وكذا ما نحس، لكن لما ينقطع تشوف نتوتر واو يصير كذا ضقة في البيت، لكن لأنه متوفر دائما فما نحس هذا الإحساس. كذلك الوقت نتعامل معه بهذه الطريقة.